كمعظم الأشياء، النقص والحاجة هما سيدا الموقف في هذا البلد الذي يعيش أزمة إنسانية تشتد وطأتها كل يوم. يعاني الصغار والكبار، النساء والرجال، من تبعات هذه الأوضاع الصعبة واستمرار الحرب. لا مستشفيات أو مراكز صحية عاملة، وإن وجدت فإنها لا تملك الأدوات اللازمة لمعالجة المرضى وتوفير ما يلزمهم ولو في حده الأدنى. من الخارج لا يبدو هذا أنه مركز صحي متخصص في علاج الأطفال، وحتى من الداخل أيضا، لكنه كذلك وهو في قلب مدينة تعز. هؤلاء الأطفال مولودون في زمن الحرب، وهو زمن سيبقى في أذهانهم موسوما بالخوف والجوع والألم والمعاناة. في هذا المركز لا أسرة أو أدوات كافية، ولا تستطيع الإدارة توفير أماكن للوافدين من داخل المدينة أو خارجها. الدعم محدود، لكن الحالات كثيرة جدا تأتي من داخل المدينة ومن خارج المدينة. طبعا سوء التغذية الحجر الوخيم موجود من قبل أن تحصل يعني مشكلة الحرب والأزمة هذه، ولكن أنزلت الآن بكمية كثيرة جدا. عندنا اللي هو سوء التغذية الحجر الوخيم وسوء التغذية الحجر المتوسط، والحجر المتوسط هو في النهاية بيتحول إلى سوء التغذية حجر وخيم. بحسب الإحصائيات أكثر من حوالي 500-600 ألف طفل أقل من 5 سنوات مصابين بسوء التغذية الحجر الوخيم في اليمن. منذ مطلع هذا العام أجرت منظمة الصحة العالمية فحوصات لنحو 63 ألف طفل من أطفال اليمن، منهم 9 آلاف دون السن الخامسة. وقد جاءت نتائج هذا التقرير بأن 15 ألف طفل منهم يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو المستوى الأعلى من مستويات سوء التغذية. وبحسب اليونيسف فإن 2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، من ضمنهم حوالي 360 ألف طفل دون السن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد جدا، وهم حاليا يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة في الأرياف أو المدن في منازل أو مراكز صحية ومستشفيات لا تملك حلولا حقيقية لإنقاذ هذا الوضع.